برا كنت عند الحفاف، انا عند الحفاف في الحي دائما في الحفاف كانوا يحفوا قبلي وكان يقصروا على الطول هكذا السلعه وقالوا جيبوا منا مع تشامبيونز ليغ عم يحكوا، المهم عم يحكوا على الدنيا. خلاص جات دالتي هنا باش نحفف، قعدت قال لي واش الشيخ، قال لي ما يبقى في الواد غير حجار والدنيا فانيه. قلت له انت تشوف فيا قبرك تكملوا في الورد ديالي مسخربيه. قلت له غير لحقت لعندي ما يبقى في الواد غير حجار، انا ما نديش عافر معاك ما نخش الطور كنشري سلعه والو، ما ولا انا نخدم حجر تاع تايمهم نبيع النعش. قلت له سما نقعدوا هكذا الدومان ديالنا النعش شغل نغسلوا الموتى وشغل هكذا الاخيره لقي لي قرعامه وانتم ديروا شويه عمار كاري هكذا تصور. قلت له شو التصور ديالك؟ قلت له علاش انت؟ قال لي لا. قلت له لا لا ما ترجعنيش انا هكذا، ما تشوفنيش ماشي غير تشوفني تشوف زعما شغل مالك الموت وكذا وتقول لي ما خاطيني. لازم نفهموا بلي الحياه تاعنا النبي صلى الله عليه وسلم كان سعيدا في حياته، الصحابه كانوا يستمتعون بحياتهم، ولذلك ربي اللي خلقك هو اللي قال لك لنحيينا حياه طيبه، هو اللي قال لك الا بذكر الله تطمئن القلوب، هو اللي قال لك كما نقول لك حنايا فتحوا عليك ابواب الدنيا والاخره.